مين اللعيبه اللي موجوده في مجموعه الشباب اللي في النادي الاهلي دلوقتي كنت انت عارف انه هياخد فرصه وممكن يبقى واخد فرصه كمان في الفريق الاول؟ زياد طارق. زياد طارق. زياد طارق من زمان هو مميز جدا يعني، حتى هو كان هو فرقتي، هو نفس فرقه احمد، نفس فرقه يعني نفس الفرقه بتاعتي، فهو من زمان هو مميز، لعيب كويس جدا يعني، من اللعيبه اللي واضحه ان هو كويس. لا لا، زياد فعلا مميز. ومحمد اشرف الباك ليفت برضه لعيب مميز جدا. الفتره اللي انت بقى كنت فيها في النادي الاهلي، الفتره اللي انت كمان صعدت فيها في الفريق الاول، استفدت ايه يعني؟ حسيت ان انت ايه اللي زاد عندك؟ مين اللعيبه اللي كانت بتساعدك؟ مين المدربين اللي ساعدوك بشكل كويس؟ الحمد لله يعني، من الحاجات اللي انا بفتخر بيها ان انا حضرت كابتن حسام غالي في اواخره خالص يعني، طبعا 2017، فكنت بتفرج يعني، بسمع طبعا عنه طول العمر يعني، وانا في الناشئين فعايز اتفرج يعني الكابتن فهو فعلا مختلف يعني. انا وكابتن عماد متعب برضه حضرته في اخر كانوا الفترات بيتكلموا معاك خالص. دايما وبيساعدوك. هما دايما يعني تحس ان هما كانوا ممكن يعاملوا اللعيبه الشباب احسن من اللعيبه اللي موجوده في كمان الاوضه يعني، لان هما بيحسوا ان هما عايزين يقربونا من الفرقه، وان احنا واحد وكلها منظومه واحده. ف يعني دي حتى موجوده لحد النهارده يعني، ممكن بخش الاوضه يعني اللعيب الكبير يخش يسلم على اللعيبه كلها. اي حد بيخش دايما تلاقي موجود اول واحد، ولو في انت احتجت اي حاجه، انا ممكن بحتاج اي حاجه مثلا ماديه، حاجه اداريه، ما اتكلم فيها على طول مع كابتن فرقه، سواء كابتن حمد الشناوي موجود او كان كابتن حسام او كابتن شريف اكرامي لما كان موجود، فعلى طول يعني في تواصل يعني، ما فيش اللي هو انت صغير، ما فيش ما فيش خالص، الكلام ده خالص. لا لا. وانت كنت موجود مع الاهلي، وكان وقتها الكابتن طارق سليمان كمان موجود، كنت بتحس باي لحظه من اللحظات حد يقول لك والله يا احمد موجود عشان خاطر الكابتن طارق سليمان، كابتن طارق سليمان هيجامل احمد في الفريق، يعني كنت بتحس من الهمسات دي والكلام طبيعي اتقال ده على طبيعي مصطفى شوبير، واتقال عليك، واتقال على اسماء، ويتقال على شريف اكرامي، يتقال على احمد دادي السيد، كل اللي بيبقى اهاليهم او والدهم كان نجم كوره كبير بيتقال دايما انه داخل مجامله. هي بتبقى في الاول صعبه قوي، بس يعني هي بتوصل لمرحله ان انا ببقى مستني انزل الملعب يعني. دايما انا ممكن اتكلم عادي وانا في الشارع او انا في البيت او في اي مكان، ده عشان والده، بس انا بقى مستني الفرصه ان انا اظهر في الملعب، لان هو ده الرد الوحيد المناسب على الكلام. يعني زي ما انا الحمد لله لعبت في المقصه، اعتقد يعني وجهات النظر اتغيرت شويه بعد المباريات، فهو بيبقى مستني الفرصه بتاعتي في الملعب، لان انا مش هينفع ان انت وسط، طب ماشي، مش هينفع ارد ولا اجادل في حاجه. هينفع تقول له، هتفضل تقول لهم لا الكلام ده مش بالظبط، مظبوط، مفيش، بس ما هو يعني مش هيصدقك، بالظبط، عايز يشوف في الملعب انت هو عامل الملعب ازاي. هو بيبقى دايما الفيصل يعني. عانى صح؟ طبعا عانى اكيد. انت كنت شايف المعاناه؟ كنت دايما بص، دايما كنت اقول اطلع في برامج، تلات برامج كتير طبعا، فكنت طبعا دايما اقول يا جماعه الولاد دول جوان كويسين، سواء مصطفى سواء احمد، بالذات احمد ومصطفى عشان هم ايه يعني، ابني وابن كابتن شوبير. صح. قلت كتير جدا جدا يعني، لما ترجع كده من 5 6 سنين كان هم لسه صغيرين، هم طلعوا معايا وهم عندهم تقريبا 16 سنه في الدرجه الاولى. صح. وما كنتش بجاملهم يعني، انا كنت انا طلعت معظم الحراس مرمى اللي في القطاع، واخر اتنين طلعوا كان مصطفى واحمد. والولاد جوان مميزه، وجوان عندهم شخصيه، وده شفناه لما بداوا يلعبوا، ما لعبوش ماتشات كتير، بس انت وانت بتتفرج عليهم تعرف على طول ان الولاد دول متاسسين. صح. كويس، تعرف ان شخصيه النادي الاهلي موجوده عندهم. صح. ده واضح جدا. وبدا السوشيال ميديا الكلام يتغير تماما يعني، احمد من ماتش النادي الاهلي اللي لعبه في الكاس، الاهلي بيكسب في الدقيقه حاجه و90 بضرب الجزاء، واحمد كان عامل ماتش كان من احد نجوم المباراه، مباراه سموحه زي ما قلت لحضرتك، حتى مباراه المقاولين عمل فيها شغل كويس قوي قوي. انت عارف يا كابتن طارق، دايما بحط نفسي مكانك او مكان اللي في ظروفك يعني، عنده ابن بيلعب كوره، انه حضرتك نفسك وانت بتصعده لو انت شايفه حارس وحش، انت نفسك هتحاول ما تصعدوش. ليه؟ عشان هيأذي الكارير بتاعك نفسه الشخصي يعني. طبعًا. يا جماعه انا بحب ابني، اكيد كلنا بنحب ابننا واولادنا، بس ابني هيضرني، بس ما هيضرك وهيضر نفسه، ما بالزبط. كده كده هو مش هيستفيد يعني، انت حتى لو هيضرك وهو هيستفيد ماشي، بس هو مش هيستفيد كمان عشان هو مش موهوب. انا بقول دايما الكوره تفضح اي حد، اصل انت بتنزل طبعًا ملعب طبعًا، انت بتتفرج. صح. بتشوف. صح. فازاي انت هتتفرج وتشوف على حاجه عندهاش مفيش قدرات؟ انا دايما بديها مثل بالمطربين طبعا يعني، انت مثلا ابنك انت مغني وابنك عايزه يغني، فتراح يغني صوته وحش مش عافيه، هعمل ايه يعني؟ هعمل له ايه؟ ما في الكوره كده. كل الناس اللي كانت بتتكلم زمان يعني، كان دايما في مقوله بتتقال دايما، يقول لك ايه؟ ابناء العاملين. ابناء العاملين. صح. تقلد كتير قوي قوي يعني، 100%. انما مجرد ما الولاد نزلوا الملعب ولعبوا مباراه للثانيه للثالثه بيبان القدرات، صدقني بيبان ده مختلف. مختلف في الشخصيه، مختلف في 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 في, في عنده طموحه مختلف، اهدافه مختلفه. صح. عايز يعمل حاجه. صح. انا يعني انا احمد خد بالك ما لعبش كتير السنه دي، لعب 6 مباريات
في كاس الرابطه لعب ماتشين, وفي كاس مصر لعب ماتشين, وفي الدوري لعب ماتشين. لما تتفرج على الست ماتشات اللي لعبهم دول هتلاقي اهم حاجه اتقالت لي من الناس طبعا بتعرف تتفرج كويس, انا شايف انه جول عنده شخصيه دي مهمه جدا يا كابتن كريم, مهمه جدا جدا, تحط تحتها مليون خط. طبعا طبعا مش معنى كده ان عنده شخصيه وما عندوش قدرات فنيه, بس انت لو عندك قدرات فنيه وما عندكش شخصيه يبقى عندك مشكله. طبعا يبقى مشكله كبيره, مشكله كبيره جدا. فالشخصيه دي بتبان قوي, وده ظهرت. انا اعرف حراس مرمى, انا راجل مش خبير في حراسه المرمى, بس اعرف حراس مرمى من اللي زي حضرتك يعني الخبراء في حراسه المرمى, كانوا يقولوا لي ان هم موهوبين جدا بس ما عندهمش شخصيه. طبعا كانت اسماء طالعه, وكان اسماء لعبت نادي اهلي وزمالك, ما زال موجود في الدوري المصري لحد دلوقتي. بالظبط كده, مش عايزين نقول الاسماء يعني. بالظبط كده, موهوبين جدا بس بلا شخصيه فما كملوش المشوار. طبعا بيبقى لا اما شخصيه مستهتره, يا شخصيه ضعيفه. صح. يعني شخصيه ما عندوش مقاومه شخصيه قويه. صح. تحمل الضغوط اللي بتحط. صح. فيها. صح. فازاي احمد بقى بيلعب مع مصر المقاصه؟ طبعا يعني في الفتره الاخيره دي بدا مصر المقاصه يلعب ولاد صغيرين 2004 و2003 حتى الولاد اللي كانوا بيلعبوا في بدايه الموسم قعدوا كلهم قعدوا, فبداوا يلعبوا واحمد بيلعب. صح. ويعني انا مش عايز اقول لك مباراه سموحه دي انا ما شفتش حارس مرمى في الدوري المصري من اول ما الموسم بدا السنه دي لحد ما جه عليه كميه الانفرادات اللي احمد اللي جت على احمد في المباراه دي. احمد جه عليه يعني تقريبا كده حوالي 10 انفرادات. 10 كان ممكن مروان حمدي ياخد هداف الدوري. فعلا. شو اتفرج على الفرص اللي ضاعت من مروان, لدرجه ان الجهاز الفني بتاع سموحه بعد المباراه كلهم راحوا سلموا عليه. كل الجهاز الفني, كابتن اسامه عبد الكريم والكابتن بحب كل الناس الاداريين, فهنا بقى بيبان الشخصيه. انا ممكن ادخل فيها جول, انما انا هطلع من نجوم المباراه. مش معنى كده انه مش هيغلط, ما هيغلط طبيعي, بس هو الطبيعي ان جون في الاول ما هو لازم يبقى يتساعد شويه وقدرات واضحه. فاحمد زي ما عنده يعني عنده بشكل, مش احمد لوحده. احمد ومصطفى شوبير ومحمد صبحي لما لعب, محمد صبحي لعب موسمين بقى دلوقتي موجود في منتخب مصر الاول. مش بس كده, محمد صبحي, وانا دايما اقول ان محمد صبحي كان ذكي وظروف سمحت له انه خرج وراح لعب مع فريق, ويعني حب يلعب ما فضلش يقعد على دكه الزمالك وخلاص, هو قال لك لا انا هلعب وهظهر. فمحمد صبحي كمان الظروف خدمته وخدم نفسه كمان يعني, فعشان كده منور بشكل كبير جدا. طيب.